حياكم الله. أتواجد الآن في أحد أهم وأحدث الإضافات على مهرجان الملك عبد العزيز بنسخته السابعة، قاعة همة تطويق. عدينا التفتيش الأمني، شوفوا أول شيء استقبلنا وشو، وخلنا ناخذ جولة في المكان. هذه خزامة، خزامة بن قريع اللي يعرفونها أهل الإبل جيدا، حتى بعد نفوقها استخدموها واستفادوا منها، مكانتها وأهميتها باقية وموجودة حتى بعد نفوقها. واحدة من أهم جنبات هذه القاعة متحف السلاح، واللي يستعرض الأسلحة اللي استخدمت في معارك استرداد الرياض من عام 1901 وحتى عام 1932 وبعض الأمور المتعلقة بالموضوع. لفت انتباهي هالجناح واللي يضم لبن بالفراولة بالشوكلت، آيس كريم، شوكلت، كلها من حليب الأبل. ومن الشوكلت والآيس كريم للجلديات بأنواعها، المحافظ، الشناط، الله يعزكم، حتى الأحذية وغيرها الكثير، فقط من مشتقات الإبل ولا غير الإبل. أيضا من الأشياء اللي تجذب وتلفت الانتباه في هذه القاعة هذا الجناح واللي يضم هذه الأجزاء التاريخية والأشياء التاريخية، تخيلوا هذه دلة ثقيلة جدا من أكثر من 300 عام في شبه الجزيرة العربية، وترى بحالتها هذه سعرها 16,000 ريال. واحدة أيضا من الأشياء الموجودة في القاعة المكان اللي يقع خلفي الآن، وهو موقع مزاد ندر الصفر. هالموقع يشهد حماس، إثارة، تشويق، ما لها مثيل. منصة عرض الملاك هي كذلك أحد الإضافات الجديدة اللي في القاعة، ناخذ فيها جولة بس بعد القهوة والحلا. أكرمك الله. وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث أيضا شاركت في هذه القاعة بهذا الجناح والذي استعرض النحوت، النقوش وجميع ما يتعلق بالإبل عبر التاريخ. خلنا ناخذ جولة فيه ونستكشف. انتهت تغطيتنا لهذا اليوم، لكن ما انتهت تغطيتنا لهذه القاعة اللي تزخر جنباتها بكم هائل من المعلومات والتاريخ والإرث وكذلك الحماس. خلوكم معانا، دائما نوعدكم بالجديد.